السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، في هذا الدرس إن شاء الله الدرس الرابع من محاضرات برمجة قواعد البيانات باستخدام SQL NBL SQL Oracle، سنتعرف كيف نعمل Interacting مع الـ Oracle Server. أول شيء تعرفنا سابقا كيف إنه جملة Select بالـ BL SQL تبدأ هكذا: Select السلكت ستيتمنت، سلكت ديليت الكولوم اللي بدك اياهم، بعد انتو بتعرف الفاريبل اللي بدك اياه، ممكن يكون الفاريبل نيم 1 2 بالترتيب المعين، ممكن تختار ريكورد زي ما نشوف لاحقا فروم تيبل. طبعا الوير كونديشن هذه مهمه جدا، انك انت تحط وير كونديشن عشان ايش؟ تجيب سنجل رو في الفاريبل الموجود عندك. طبعا انتو كلاوز ريكوايرد دائما كويري ماست ريتيرن اونلي وان رو، هذه لازم احنا نركز عليها، انه لازم انه ترجع عندي رو واحد، الكويري اللي راجعه ترجع رو واحد، لانه انا عندي الفاريبل بياخذ قيمه واحده، واخذنا مثال على ذلك. بالنسبه للريف هاير ديت اند سالري فروم، طبعا هنا الهاير ديت اول عمود رجع، ثاني عمود رجع للموظف رقم 100 من جدول الموظفين، عندي متغيرين، المتغيرين زي ما انت شايف ماخذ تايب اتريبيوت في المية تايب للهاير ديت والسالري، حسبت انه الاولاني الهاير ديت بياخذ في الامب هاير ديت والسالري بياخذ في الامب سالري. نطبق هذا المثال على السريع عشان ايش؟ نتذكر الكلام هذا مع بعض. لو احنا اجينا هنا كنا سلكت اول شيء ديكلير بيجن وان بالشكل هذا، طبعا احنا حنعرف متغيرين اللي هو الاتش ديت نوع من نوع امبلويز دوت هاير ديت في المية تايم، وناخد النيم فيرست اف نيم او فاريبل نيم نوعه من employees، تاخذ لها كوبي هذا على السريع ال first name. طبعا هنا بنكتب select ال higher date فاصلة ال first name into تحت بعض، هنا طلع ايش بنقول؟ ال age date والنيم الفي نيم فروم امبلويز. لو وقفنا هنا غلط بنقول لازم عندي ايه؟ وير الامبلوي اي دي ايكوال اند الاكس، وهنا الانت ممكن احنا نطبعهم هذا داتابيز مانجمنت سيستم اندرسكور اوت بوت دوت بوت اندرسكور لاين بالشكل هذا، تروح تحط انت اللي هو ذا نيم از، تحط انا كونكاتينيشن مع الفي نيم في اندرسكور نيم، وتحط كمان كونكاتينيشن للسالري از، وكمان كونكاتينيشن لمين؟ للفي سالري اللي موجود عندك بالشكل هذا، ونطبق الكلام اللي موجود عندك. طبعا نحتاج احنا دائما نحط set server output ايش؟ on. مية في غلطة بسيطة عندنا must be declared، مش عارف الفي سالري اللي موجود اللي انا حطيته هنا، في سالري مش نفسه، مش سالري لا الاتش ديت، اسف في اتش ديت 100 must be declared مش عارفها، database management system dbms underscore out put dot put underscore line، هيو طلع عندي ستيفن الهاير ديت بتاعه، انا اسف الهاير ديت 17 6
2003. هيك احنا تعرفنا على الكلام هذا بشكل سريع. طبعا Retrieving Data in SQL بقول لك انت ممكن تستخدم الجروب فانكشن، يعني تستخدم مجموع السالري اللي موجود ده دائره معينه. كيف بنجيب الكلام هذا؟ هذه الجمله معناها انه هات لي مجموع رواتب الموظفين في دائره رقم كذا. فنفس الشيء هنا هنحط هنا متغير نسميه sum sal، نوعه من نفس ايش؟ او ناخذه نمبر. تمام؟ select انا بقول sum salary into sum sal to sum salary from employees where department ID equal أي دائرة أنا بدي أدخلها. فأنا لو دخلت دائرة رقم 90 أنا طبعا مش هيتعرف عليهم sum salary of أو is concatenation مع مين؟ مع الصم سال اللي هو موجود عندي، صم سال بالشكل هذا. طبعا هذه حساسه اللغه 90 طلع هي مجموع الرواتب تبعهم في الاخر، هيك بيطلع لك الجمله بالشكل هذا، هي مجموع الرواتب للدائره هي. نيجي هنا ايش بقول لك؟ نيم كونفرجن، انه هنا بقول لك دائما في المية في المية، لو امبلوي اي دي اديته في المية تايب واديت له قيمه فعادي انت ممكن وير الامبلوي اي دي بيساوي الامبلوي اي دي بياخذ تعويض من هنا لهنا، تعويض من هذا لهذا. تمام؟ لكن تعال هنا لو احنا الامبلوي اي دي هذا كان اكثر من واحد رقمه 107 على فرض انه الدوائر اكثر من 100، لو قلت امبلوي اي دي ان كذا واخذنا اكثر من امبلوي بتطلع الجمله غلط. كيف هنا نشوف هنا معناه انه لو انا اخذت ويرد ام ديبارتمنت اي دي طلع ان 90 و50، هذا بترجع ايش؟ صم سالري لهم الاثنين. طلع لو انا اخذت كمان قيمه 80 فبترجع مجموع الرواتب للدوائر هذول. لكن اللي كان مطروح هنا انه دير بالك انه exact feature term more than request number of row، هذه بدك تدير بالك منها، انه لانه الهاير ديت والسيز ديت للامبلوي اي دي اللي رقمه 176 والديكلير اللي عندك هنا لازم تبقى واضح فيهم انه لازم القيمه اللي تكون راجعه ترجع بس سنجل رو مش اكثر من واحد. تمام؟ ممكن انت تعمل مانيبيوليشن في البي ال اس كيو ال، يعني ممكن تعمل عمليه انسيرت وابديت وديليت وميرج اللي بنتعرف عليها اليوم في البي ال اس كيو ال. الانسيرت عادي تقول بيجن انسيرت انتو اسم الجدول والفاليو اللي انت بدك اياها. تمام؟ بالنسبه للايش؟ الابديت عادي ابديت ست وير، نعمل جمله على السريع بالابديت والانسيرت. تمام؟ هنا اللي نقولكم ميشن او بونص بي نمبر بيكمز ايكوال 50، هنا بدي اقول له ابديت مين امبلويز ست سالري بيساوي ست سالري بيساوي السالري زائد ب ونحط له فاصله مضبوطه. ايش معنى هذه؟ معناها انه كل الرواتب تبع الموظفين حضيفهم 50، انا بدي اشغلها عشان ما يعدلش عليهم كله. تمام؟ ممكن البي هذه تاخذها نسبه، يعني تاخذها اند الاكس اند اكس، فبصير بي القيمة اللي انت بتقراها من المستخدم اديها لبي وضيفها هنا، يعني بالشكل هذا. لو انت اديت له 55، لو اديت له 10،
تمام؟ طبعا حسب المعادله اللي انت ايش حاططها، لو ضرب كذا اللي انت بدك اياه، والانسيرت كذلك، لو قلت انسيرت انتو برضه بضيف حلقات حنشوفها مع الميرج بشكل ايه اوضح وبشكل اكثر يعني. الديليت نفس الحاجه، تدي له الرقم ديبت نمبر، فبروح ايش بيعمل، بطبق عمليه الديليت هذه وعمل لك حذف له. الميرج حابب اوضح لك اياها اكثر هنا. بقول لك insert update rows in the copy m table to match the employee table. نبدا مع بعض في الميرج. الميرج عندي تو تيبل، عندي السورس تيبل والكوبي تيبل، او عندي السورس تيبل والديستنيشن تيبل. اللي بيتم انه عمليه مقارنه بين تو تيبل، بين السورس والكوبي، بيفحص ريكورد حسب مين، حسب البرايمري كي او حسب العمود اللي انت بتختاره. إذا كان لقى الريكوردين هذول موجودات بروح بفحص القيم، لازم القيم اللي غاد يعملهم سينكرونايز مع القيم اللي هنا، لازم كل ريكورد يكون اللي موجود هناك في السورس لازم يكون موجود في الديستنيشن. ايش بيعمل عشان يكون لازم موجود؟ بيعمل ابديت حسب شرط معين، تمام؟ احنا هلقيتها بدنا نبدا نعمل جدول جديد اسمه امب كوبي. كيف بنعمل جدول؟ بالشكل هذا، create table imp1 نسمي as select نجمة from employees where department id equal in ناخد ليه 90 والثمانين والخمسين، تذكر، وروح نعمل الكلام هذا، هاي امب 1، وبدي اعمل جدول ثاني اسمه امب 2، لمين؟ نوت ان، إذا صار في عندي جدول فيه موظفين في قلبه دوائر 90 وال 80 وال 50 اللي هو امب 1، والامب 2 اللي هو فيه كل البيانات ما عدا الناس اللي انا عملت لهم كوبي. نيجي نشوف الجداول هذول، هاي امب 1، روح على الداتا بتاعته، روح لي على ايه الدوائر 90 و50 و80. طب روح لي على امب 2، فيش لا 90 ولا 80 ولا 50، تمام؟ نيجي نتفرج ايش بقول هنا. ناخذ الكود هذا، انا في عندي كود ثاني طلع كده. ايش بقول لك هنا؟ اوراكل ميرج ستيتمنت سيلكت داتا فروم وان اور مور سورس تيبل اند ابديت اور انسيرت انتو ذا تارجت تيبل. ذا ميرج ستيتمنت الاو يو تو سبيسيفاي ا كونديشن تو ديتيرماين وذر تو ابديت داتا فروم اور انسيرت داتا انتو ذا تارجت تيبل. يا بتعمل ابديت يا انسيرت. يعني كيف؟ لو انا كل الجدول الثاني اللي انا عملته الان جدول 2 بدي اخليه زي جدول 1، فهو بده ياخذ البيانات تبعون الموظفين اللي في دوائر 80 و90 و50 وينقلهم على وين؟ على 2، تمام؟ طبعا بالشكل هذا احنا بكون عندنا الميرج اللي هو ميرج انتو تارجت تيبل يوزنج سورس تيبل اون سيرش كونديشن. سيرش كونديشن بيجي بدور هنا وهنا، إذا كان عمل ماتش بيعمل ابديت يا بيعمل ديليت، تمام؟ وين نوت ماتش، ان ما لقاهوش بيعمل انسيرت للفاليو. نجرب نعمل الكلام هذا من الجمله اللي معموله عندنا ونحاول نخليها نفس ايش الجداول اللي موجوده عندنا عشان ما نضيعش وقت في كتابتها. نرجع للسؤال تبعنا مره ثانيه على السريع. فعندنا احنا merge into M2 using M1 on M1.departmentID بيساوي M2.departmentID، يعني باستخدام الديبارتمنت ID. إذا كان لقيتهم، update set M2 first name مثلا بيساوي M1 first name و M2 last name بيساوي M1 وهكذا. Where employee أو M1.departmentID ما بيساوي الديبارتمنت ID اللي هنا، يعني وين ما تسووش الديبارتمنت ID ولقيتهم عدل عليهم. غير هيك يروح يضيف البيانات الموجودة في امب 1 يضيفها كلها وين؟ في امب 2. هاي معنى الميرج.
الموجود عندنا. هيك بعمل عمليه سينكرونايز للتو تيبل. بالنسبه للمير شيت بنكون خلصناه وهذه مهمه جدا. في عندي حاجه بالاوراكل اسمها كيرسر. الكيرسر زي ما احنا شايفين هو عباره عن بوينتر تو ا برايفت ميموري اريا الوكيتد باي اوراكل، يعني هو عباره عن متغير في اوراكل في السيرفر اوراكل بيكون في قلبه قيمه. تمام. في عندي نوعين من الكيرسر، في عندي حاجه بسموها امبليسيت ضمني وفي اكسبليسيت. امبليسيت كيرسر كرييتد اند مانج باي انترنال باي اوراكل سيرفر تو بروسيس اس كيو ال ستيتمنت، يعني هذا مسؤول على اس كيو ال ستيتمنت الموجوده في اوراكل. الاكسبليسيت اللي احنا حنبرمجه قدام. ايش الامبليسيت كيرسر هذا؟ بقول لك فيه له ثلاث انواع. اول كيرسر اسمه اس كيو ال في المية فاوند، واس كيو ال في المية نت فاوند، واس كيو ال بيرسنتج رو كاونت. الفاوند بقول لك بوليان اتريبيوت، يعني بياخذ يا ترو يا فولس. ذات ايفالويت ترو if most recent SQL statement return at least one row، يعني اذا كان اتطبقت الجمله ورجعت يعني رو واحد في جمله السلكت فهي فاوند. تمام. زي ما نقول اللي دخل الباسورد واليوزر نيم، والله اذا كان عملنا سلكت على الداتابيس اللي في التيبل اللي في اليوزر نيم والباسورد رجع لي الكيرسر هذا فاوند، اذا هذا حقيقي، اذا بسمح له بالدخول على الصفحه تبعتي او على البرنامج. not found انه ما لقاهوش، انه اخر اس كيو ال اتطبقت ما رجعتش ولا ايه ولا رو. رو كاونت معناها انتجر بيرجع كم رو رجع في او كم رو افكتد اتاثر في الدي ام ال اللي صارت بايه بالاس كيو ال من خلال السيرفر تبع اوراكل. طبعا احنا لو جبنا المثال هذا وطبقناه ونتعرف عليه بشكل طبعا هذا فيريبل، عرفنا احنا ايش معنى فيريبل، يعني بايند فيريبل. تمام. نروح نستخدم هذا هيك، بقول لك فيريبل رو ديتكتد ديليتد اللي انحذفت فار كاركتر، عندي عرف له متغير اسمه امبلوي من نوع امبلوي اخذ الرقم 176 الامبلوي نمبر، ديليت فروم امبلويز وير الامبلوي اي دي بيساوي الامب نمبر. طبعا احنا ممكن احنا نطبعها هذه وممكن احنا نستخدمها ايه بالشكل هذا زي ما هو مستخدمها. لو احنا طبقناها ايش معنى انه احذف من جدول الموظفين وقول لي كم واحد انحذف، مين بده يحذف هو اللي رقمه 176. طبقنا كده بقول لي طبعا هنا طبقنا كمان مره بطلع شيء طبعا ست اوتو برنت. احنا ممكن نلغي هذا البايند فيريبل لانه بيسبب مشكله عندي هان، والرو ديليتد احذفها كده واحط انا ست سيرفر طلع لحاله ممكن اطلعها ست سيرفر اوتبوت اون. وهنا نقول له ايه ديز مانجمنت سيستم اندرسكور اوتبوت دوت اندرسكور بوت اندرسكور لاين، واقول له في اللاين هذا شوف لي الرو كاونت بالشكل هذا، واقول له كم واحد حذفت انت، وشيل هذا الامر من هنا لبرنت ونشوف كم واحد بحذف. فيوليتد لانه فورين كي موجود له هذا. طيب لو احنا بدنا نحذف رقم بلاش نحذف من الامب واحد اللي انا عملتهم توي. تمام. ونجرب هيك ونفس نوع كذا مش مشكله. بقول لك وان رو ديليتد وان رو ديليتد. طيب لو احنا بدنا نحذف رقم قلنا الرقم هم اكبر من 200 زيرو رو ديليتد. طب اقل من 200 هيحذفهم كلهم. 81 انحذف. طبعا لو جينا هنا للايه الامب واحد داتا ما فيش حذفهم. عشان نرجعهم عشان نرجعهم هان ايش بقول له؟ انا ايش ممكن اقول له؟ رول باك.
طب مش حيرجعوا لانه ايه رول باك اللي عمل هنا كنترول اكس ونقول له رول باك. رول باك يعني رجع البيانات اللي كانت موجوده، رجع لي اياهم هاي البيانات اللي كانت موجوده عشان احنا برضه ما نضيعهمش مره ثانيه. رول يعني رجع بالشكل هذا. هيك عرفنا اس كيو ال روك كاونت. طب لو احنا اخذنا الثاني فاوند، اس كيو ال في المية فاوند، هذه بنقول عنه ايه كم واحد تاثر وعملنا رن، مش رو ديليتد، روز افكتد اللي هي تاثرت بالكلام هذا. طبعا هنا الجمله هذه اس كيو ال في المية فاوند المفروض تطبع لها هذه قيمتها، يا اما هي قيمتها يا اما ترو يا اما فولس، فبتطبعهاش هنا. شايف كيف؟ statement ignored كمان مرة ما بتطبعش قيمتها لأنه true false، بدك تروح تدي لها assign لا إيه قيمة تانية وتفحصها if، يعني ممكن ناخذها بالاف statement. هيك احنا بنكون تعرفنا على الثلاث أنواع، هذول مهمين جدا تمك ذكرهم حتى بنسأله في المقابلات SQL found SQL not found SQL row count. هذا وبالله التوفيق.